في رأي أستاذ أحمد أن هناك مؤشر أخطر من هذه مما أشرت له، وهو لو عدنا إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية القطري إلى إيران، ثم هو أمس الأول في واشنطن. في رأيي أن هناك حالة من التباين في التعاطي الخليجي مع الموقف الاستراتيجي في المنطقة. هناك نوع ما انفتاح خليجي على إيران، رغما عن المشاورات السعودية الإيرانية. بعض التحركات الخليجية ستفسد المفاوض السعودي، ستفسد خيارات المفاوض السعودي مع النظام الإيراني. وبعض التحركات الخليجية بالفعل أنا أرى كمراقب أنها تضر بحالة الجبهة التي تتكون ضد إيران. ما أشرت له أستاذ أحمد بالفعل، يعني نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تضغط إيران بشكل كبير جدا، هي تريد أن تستخدم العصا والجزرة. ولذلك عند الزيارة التي قام بها وزير الخارجية القطري إلى طهران جاءت بالتزامن أيضا مع الهجمات التي جرت في الداخل الإيراني، والتي كانت هناك تلميحات أمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت دعم لوجستي لمن نفذ تلك الهجمات، مما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستخدم العصا والجزرة مع النظام الإيراني. وهنا أعود وأقول أننا نختلف مع الولايات المتحدة الأمريكية حول العصا التي تستخدم ضد النظام الإيراني. هذه العصا ليست رادعة، ولم تفرمل المساعي الإيرانية حتى الآن. ولذلك أرى أن الخلافات السعودية الأمريكية لا تزال قائمة، رغم أن هناك الدبلوماسية هادية، هناك التفاتة أمريكية من جديد نراها على وسائل الإعلام، لكن على أرض الميدان حتى الآن لم نراها. لكن السعودية تتمسك بحماية أمنها بنفسها، وتعديد صداقاتها وتحالفاتها مع العديد من القوى الدولية، معالجة علاقاتها الإقليمية. الإيمان بأن المشاورات السعودية الإيرانية ستحدث نقلة جديدة في علاقات المنطقة، في وضع أسس جديدة لطبيعة العلاقات في المنطقة. بكل تأكيد أن التوصل إلى أي تفاهمات سعودية إيرانية، تفاهمات حقيقية حول الملفات الموضوعية، من شأنها أن تقلص خيارات الضغط الأمريكي، وتمد حقيقة من نفوذ الدبلوماسية السعودية، وتؤدي إلى إطفاء كثيرا من اللهب المشتعل حقيقة في المنطقة. العراق أنا أراهن أنه سيقوم بدور مهم جدا ومحوري، ومقابلة دولة رئيس الوزراء السوداني مع الشرق الأوسط كان هناك نقاط مهمة جدا أشار إليها دولته، عندما أكد على عروبة العراق، وأن العراق يرفض أن يكون منخفضا للتصفيات الإقليمية والتصفيات الأمريكية الإيرانية، وأنه سيحافظ على علاقاته التاريخية مع إيران. وهذا حق سيادي للعراق، حتى السعودية لم تدخل في هذا السياق حول أن علاقاتنا مع العراق ينبغي أن تكون على حساب علاقاتها مع إيران أبدا، كنا نحترم القرار السيادي العراقي، وهذا أعتبره مكاسب للفكر والدبلوماسية السعودية الجديدة التي تؤمن بتعظيم المصالح، تؤمن بأن السياسة متغيرة جدا، وأن عدو اليوم ربما يكون حليفا للغد وليس مجرد صديقا للغد. هناك مصالح كبيرة نراها ستتحقق بما فيها أستاذ أحمد، وربما تكون مفارقة، بما فيها الزلزال العظيم الذي جرى في إيران وفي سوريا، والذي ذهب ضحيته الآلاف بكل أسف والقلوب تعصر. أعتقد أن هذا الزلزال ربما يحدث توابع سياسية جديدة في المنطقة، ربما يغير من بعض الموازين في المنطقة. الملف السوري ربما يشهد انفراجه، وهذا أيضا سيكون حاضرا في خارطة العمل السياسي في المنطقة.